بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي في الحي السابع، قال: والنص، النص لغة هو بلوغ الشيء غايته ومنتهاه، يعني كأن ذلك اللفظ قد بلغ الغاية والمنتهى في وضوح المعنى ووصول المراد. وهو هنا، وهذا في اصطلاح الأصوليين، لأن ذلك هو المعني في الكلام عنه، وهو هنا عبارة عن المبين المقابل للمجمل. النص له معاني كثيرة متعددة، سيأتي في الصفحة التي بعد هذه معاني النص. فالنص يطلق بإزاء الظاهر، ويطلق كذلك على ما يشمل كل دليل من الكتاب والسنة كما سيأتي، لكن هنا أراد أن يعرف النص، وقال: النص الذي نعرفه هنا هو النص الذي يقابل المجمل. المجمل لم تتضح دلالاته، النص واضح الدلالة، فالعلاقة بينهما كما ترون. هذا لا يفهم منه معنى، وهذا يفهم منه معنى، فكأن المقابلة بينهما مقابلة النقيضين، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، والنص لفظ اتضحت دلالته، هذا لا وضوح فيه وهذا واضح. قال: وهو مقابل للمجمل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما بمعنى لفظ، لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيد، فإن لفظ زيد وهو علم على ذات معينة مشخصة لا يحتمل غير تلك الذات في الأصل، وإن عرض له الاشتراك من أمر خارج والالتباس، لكن الأصل أن هذا اللفظ معين في مقابلة تلك الذات، فلا يفهم من اللفظ عند عدم الإلباس غير تلك الذات، كزيد في رأيت زيدا، وجملة رأيت زيدا مجرورة محلا، في رأيت زيدا أو في قولك رأيت زيدا، يبقى المجرور راح فين؟ المجرور محذوف. في قولك رأيت زيدا، ورأيت زيدا دي جملة اسمها مقول القول، في قولك رأيت زيدا، فإنك إذا قلت رأيت زيدا فلا يحتمل ذلك اللفظ غير تلك الذات، فخرج الفاء هنا فاء الفصيحة، إذا أردت أن تعرف ما يخرج من التعريف فأقول لك: خرج المجمل من التعريف. لماذا؟ لأن المجمل لا يحتمل إلا معنى، يصدق عليه أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، لأن لا يحتمل إلا معنى واحدا معناها إيه؟ ما هو نفى، لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقلنا بأن النفي الاستثناء من النفي بيبقى إيه؟
يبقى إثبات، لا يحتمل، يبقى هو يحتمل معنى واحدا فقط، والمجمل لا يحتمل معنى واحدا فقط. لماذا؟ لأنه لم تتضح دلالته، لم يفهم منه شيء، فخرج بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا المجمل. والظاهر، لأن الظاهر يحتمل معنيين فأكثر، غير أنه في أحدهما أو في أحدها أرجح منه في الآخر. والمؤول، لأن المؤول يحتمل معنيين، غير أنه في المرجوح قام دليل من خارج على إرادة المعنى المرجوح وأجر الراجح. ضد لما بيقول لك لم تتضح دلالته، والظاهر اتضحت دلالته. هم دائرين ما بين لفظ اتضحت، لفظ لم تتضح، يبقى المقابلة ما بينهم، لا، من حيث المقابلة ما بين الطرفين، غير واضح واضح. طيب، وده اللي احنا عايزين نقوله. ماشي، لكن في الوضوح وعدم الوضوح ده لكن في المسميات، ان ده مجمل ودوت ظاهر ودوت مؤول، لا ديت كلها أضداد، لأنها كلها ألفاظ والألفاظ وجودية. قال فخرج المجمل والظاهر والمؤول، لأن هذه الثلاثة يطلق عليها أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، منها ما لا يحتمل معان لعدم وضوح المعنى، ومنها ما يحتمل معنيين أو أكثر، غير أنه في أحدها أرجح أو في أحدها مرجوح، وقام الدليل على إرادة المرجوح دون الراجح، وهو الذي يسمى بالمؤول بالدليل. قال وقيل، هذا تعريف ثان له، ما يعني لفظ تأويله تنزيله، تأويله يعني تفسيره، تفسيره أن تسمعه، فإذا سمعته فهمته، ده معناه. تأويله تنزيله، يعني إيه تنزيله؟ يعني سماعه، يعني بمجرد ما تسمع ذلك اللفظ تفهم المعنى، ولا يعني تكلف غير سماع اللفظ. قال ما تأويله تنزيله، أي بأن يفهم معناه بمجرد نزوله، يعني بمجرد أن تسمع اللفظ تفهم المعنى. لماذا؟ قالوا لظهوره، لأن المعنى ظاهر واضح، لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تعيين. وعدم قبوله لغيره، لأنه كذلك لا يقبل غيره، كزيد التي وضعت بإزاء الذات المشخصة، لا تقبل غير الذات المشخصة. نحو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، كلمة ثلاثة أيام تحتمل أربعة؟ ما حصلتش. تحتمل خمسة؟ حصلش. فبمجرد أن تسمع ثلاثة تفهم أنها العدد المعلوم الذي يعتبر من الأعداد الوترية. فصيام، تعرف أن الصيام ديت محتملة، قد تحتمل المعنى اللغوي وقد تحتمل المعنى الشرعي، غير أنها في المعنى الشرعي ظاهرة وفي المعنى اللغوي غير ظاهرة، لأن الشرع إنما أتى لبيان الشرعيات. ثلاثة أيام، فإنه، أي فإن الحال والشأن، بمجرد ما ينزل، يعني بمجرد ما تسمع، مجرد يعني إيه؟ يعني لا نحتاج إلى أشياء أخرى غير السماع، يفهم معناه.
عندما تسمع هذه الألفاظ تفهم المعنى بدون أن يتوقف فهم المعنى على شيء آخر. قال بعضهم مناقشا في العبارة مجادلا في اللفظ، مناقشة لفظية ومناكشة لفظية، قال إيه فيها؟ قال أنت بتفسر وقلت في التعريف الثاني ما تأويله تنزيله، قال تأويل على وزن تفعيل، وصيغة التفعيل فيها نوع من المشقة في التحصيل تحتاج إلى مزيد تأمل، إلى مزيد نظر، إلى فكر. وعلى هذا فهي غير مطابقة للمراد من التعريف. نحن نريد أن نعرف بلفظ فيه نوع من عدم التوقف على شيء، بمجرد ما أسمع أفهم، ولكن لفظ تأويل لا تعطيني هذا المعنى، لا تعطيني معنى أنني بمجرد ما أسمع أفهم، ده تعطيني معنى أنني بمجرد ما أسمع أتأمل وأنظر وأبحث ثم بعد ذلك أتوصل، فتحتاج إلى كلفة، إلى مزيد عمل، إلى مزيد تفسير، إلى مزيد تفكير، إلى وهكذا. فكان ينبغي عليه أن يأتي بعبارة واضحة تفيد المراد. ولذلك بعضهم قال هو عبر بالتأويل وأراد به الفهم السريع، ولم يرد من حقيقة التأويل معناه الحقيقي الذي يحتاج فيه إلى ضرب من التأمل ومن النظر والتفكير. ولذلك قال وفيه تجوز استعمال لفظ التأويل في هذا المقام الذي يفهم بمجرد ما يسمع، فيه تجوز، مجاز يعني. وأين المجاز؟ قال فإن التأويل تفعيل من آل إلى كذا، يعني صار إليه، ولا يستعمل ذلك إلا في لفظ، انتبه، ولا يستعمل ذلك، ذلك عايد إلى مشايخ إلى تأويل، يعني لا يستعمل التأويل إلا في لفظ يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى استخراج المعنى من اللفظ بشيء من التأمل والتفكير والبحث في استنباط دلالته إلى نظر وتكلف، يعني مشقة. فأما ما يكون بينا في نفسه، يعني بمجرد ما يسمع يفهم بغير اعتماد على شيء آخر، فلا يوافقه أن نقول تأويل، بحيث يكفي في فهمه مجرد نزوله، يعني مجرد نزوله، يعني بغير أن يتوقف على شيء آخر، فلا تأويل فيه. فين بقى التأويل اللي فيه؟ ده هو واضح، أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. وهو أي النص مشتق، انتهى من التعريف الاصطلاحي، بدأ يتكلم على فائدة لغوية. الفائدة اللغوية دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان النص مشتق من المنصة، والمنصة اللي هي منصة العروس، يعني الكرسي الذي يجعل للعروس يجلس عليه فيراه الحضور. عندنا في مصر بيقولوا عليها ايه؟ الكوشة. ما احنا لنا مصطلحات يا اولاد، في مصر كان يقول لي يطلقون عليها كوش، او يقول لك المسرح، واخد بالك، يعملوا للعروس الزوج يعني والزوجة، يعمل لهم كده ايه
مسرح من خشب وتطلع عليه العروسة ويطلع عليه العروس ويقعدوا والناس قاعدة بالكراسي قدامهم هكذا يشاهدونه، يبقى نص يعني ارتفع وعلى فظهر وشوهد للحضور. فهمنا؟ وده بيسموها ايه؟ منصة. منصة بكسر الايه؟ الميم، لأنها اسم آلة. آلة يجلس عليها العروسين يشاهدان للناس. وهو مشتق، الاشتقاق يا اخوانا معناه في اللغة الأخذ. اشتققنا يعني أخذنا، مشتق يعني مأخوذ. وفي الاصطلاح رد لفظ إلى لفظ لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. نقولها تاني. قال: والنص مشتق. يبقى الاشتقاق الأصغر هو إيه؟ رد لفظ إلى لفظ لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. ده اسم الاشتقاق اللي هي مولانا الاشتقاق الأصغر. طيب، رد لفظ إلى لفظ، يعني أنا بحكم أن هناك لفظ مردود إلى لفظ بسبب أن ما بين اللفظين مناسبة في المعنى، اشتراك في المعنى واشتراك في الحروف الأصلية. طب أضرب مثال به يتضح المقال. ضرب وضارب، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما إن ضارب مردود إلى ضرب بسبب أن أصل المعنى واحد. ضرب عبارة عن فعل وقع على شخص فآلمه. الضرب فيها نفس هذا المعنى، والضارب شخص وقع منه ذلك الفعل. فحكمنا على ضارب أنها مردودة إلى ضرب بسبب اشتراكهما واتفاقهما في أصل المعنى. ضارب يعني شخص اتصف بحدث الضرب، وضرب حدث، والحروف الأصلية مشتركة. ضرب فيها ايه؟ ضا، ضا ده اهي، را الراء، با الباء، وضارب ضاء، ادي الضاء اهي، سيبك من الالف، وراء وباء اشتركوا ايضا في الحروف الايه؟ الاصليه. قاتل ومقتول وقتل، نحكم بان قاتل ومقتول مردوده الى قتل بسبب المشاركه في الحروف الاصليه والمشاركه ايضا في المعنى. يبقى رد لفظ، برد لفظ ضارب ومضروب إلى لفظ ضرب لأنهما مشتركين في الحروف الأصلية وفي المعنى. واختلف العلماء أصل المشتقات ما هي؟ هل يا ترى أصل المشتقات الفعل كما هو رأي الكوفيين، أم أن أصل المشتقات المصدر كما هو رأي البصريين؟ مذهبان في اللغة. ذهب الكوفيون إلى أن أصل الاشتقاق الفعل، فاسم الفاعل واسم المفعول والمشتقات مأخوذة من هذا. فالكوفيون يقولون بأن الفعل هو أصل المشتقات، فاسم الفاعل واسم المفعول ويعني الأفعل التفضيل وصيغة المبالغة كلها مأخوذة من الفعل وكلها مردودة من إلى الفعل.
والبصريون وذلك هو المذهب الأرجح يقولون بأن المصدر هو أصل المشتقات ف اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل وصيغ المبالغة كلها مردودة ومأخوذة من المصدر. قالوا لأن المصدر مفرد والفعل مركب وكلام كثير في هذا عندكم في البحر المحيط. قال مشتق من منصة العروس، منصة بكسر الميم لأنها اسم آلة، والاشتقاق هنا يعني خلي بالك بقى، بص جرب هنا وطبق، بيقول إن النص مشتق من منصة. طب ده النص ده مصدر، نص ينص نصا، والمنصة اسم آلة، هو المصدر هو اللي مشتق من اسم الآلة، ده العكس هو اللي صحيح، ده اسم الآلة هي اللي مشتقة من المصدر. فهمنا؟ حلوة دي. اسم الآلة منصة مشتقة من النص، ده المصدر سموه ايه؟ مصدر، لأنه أصل الأشياء، لأنه كل حاجة صادرة عنه. يبقى أكيد ما يقصدش من الاشتقاق معنى الاصطلاحي، لأن المنصة هي اللي مشتقة من النص وليس النص هو المشتق من المنصة. ولذلك لعله أراد من مشتق من المنصة إنه يعني مأخوذة، النص مأخوذ من المنصة. يعني إيه مأخوذ من المنصة؟ يعني ملاحظ فيه معنى المنصة اللي هي عبارة عن الكرسي الذي يجلس عليه العروسان حتى يراهما الناس. فالنص ده فيه معنى الظهور الذي في معنى المنصة، هو عايز يقول كده، مش عايز يقول كمان الاشتقاق ولا الأخذ، هو عايز يقول كده، عايز يقول إن معنى النص الذي اتضح وظهر فيه معنى المنصة، يعني فيه معنى الوضوح والظهور الذي في منصة العروس. لا يعني مطلق الأخذ، يعني مطلق الأخذ، كأن النص أخذ من المنصة التي ظهر فيها العروسان وهما يجلسان أمام الناس، فيه معنى العلو والارتفاع، الذي في المنصة هو العلو والارتفاع والظهور. بكسر الميم مفعلة اسم للآلة، وهو الكرسي. بيقول لك إن هو ذكر هنا الضمير مع أن حق الضمير هنا التأنيث من أجل الخبر، لأنه بيقول وهو، ده أنت بتتكلم على المنصة، كنت مفروض تقول إيه؟ وهي المنصة هي الكرسي، لكنه ذكر الضمير نظرا لأن الخبر مذكر. فالعذر له في تذكير الضمير هو أن الخبر مذكر، فذكر الضمير من أجل تذكير الخبر. الكرسي هو الكرسي، إن جيت للحق كان مفروض يقول وهي عشان هي منص، التي تنص عليه، تنص يعني ترتفع عليه وتظهر عليه، اللي هو إيه عليه؟ اللي هو الكرسي. وفي نسخة عليها يقصد بها المنصة، أي ترتفع لتظهر للناظرين، يجلسونها في مكان مرتفع من أجل أن يراها الناظرون ويشاهدها الناس لارتفاعه على غيره. يعني سمي
هذا المعنى وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بالنص، لأنه مرتفع على غيره من الظاهر ومن المؤول. طيب قلنا كلام جميل. طب وأين جهة الارتفاع النص بهذا المعنى على غيره؟ قالوا لأنه بمجرد ما ينزل، يعني بمجرد ما تسمع ذلك اللفظ تفهم المعنى من غير أن تسترشد وأن تسأل عن شيء آخر. وفيما ذكره المصنف، انتبه، في اشتقاقه تساهل، ما بيفوتوش ده، كل شيء على القدر. قال له فيه جعل المصنف هذا من قبيل الاشتقاق تساهل. يعني ايه تساهل؟ قالوا التساهل كلمة تستعمل في كلام لا خطأ فيه، لكن يحتاج إلى توجيه في العبارة. هذا هو ما معناه عندهم، عند القوم، هو ايه؟ كلمة تستعمل لا خطأ فيها، لكن تحتاج إلى تأويل، توجيه. هو مشتق كلمة تحتاج إلى توجيه، بس هي مش خطأ. توجيهها إيه؟ ما قلته لكم. طب ولماذا لا يكون مشتقا لما شرحته لكم؟ لأن الاشتقاق إنما يكون من المصدر على الراجح، وحتى ولو قلنا بمقابل الراجح هيكون من الأفعال، وهذا غير جار على أحد من القولين، لأنه قال النص مشتق من المنصة، المنصة لها اسم آلة، يعني لم يوافق طريقة الكوفيين ولم يوافق طريقة البصريين التي هي الراجح، ففي أزمة. ولذلك قال بأنه هو في تساهل، مش تساهل يعني خطأ، مش تساهل يعني سهولة في العبارة، لا، عبارة تحتاج إلى توجيه، عبارة سليمة لكن تحتاج إلى توجيه. قال لأن الاشتقاق إنما يكون من المصدر على الراجح، وحتى ولو قلنا بمقابل الراجح وهو أن أصل الاشتقاقات الفعل، فأيضا ليس جاريا على هذا، يعني لا على المذهب الراجح ولا على مقابل الراجح. قالوا وهو هنا النص، المصدر هو ايه؟ هو النص، فالنص مش مأخوذ من المنصة، ده بقى النص نفسه جامد، النص نفسه جامد لأنه المصدر، والمصدر جامد، يعني مش مشتق من شيء، فتجعل النص مشتق من المنصة، ما ظاهر هذا؟ قال وهو هنا النص أو من الفعل على رأي. طب من الفعل ديت معطوفة على من المصدر أو من الفعل، يعني إنما يكون من المصدر أو يكون من الفعل. اللي هو طريقة مين؟ طريقة الكوفيين، على رأي، حتى على رأي الكوفيين مش جاي، فهي اللي هي ايه؟ المنصة مشتقة، لأن المنصة اسم آلة واسم الآلة مشتق من المصدر، فيبقى المنصة دي المشتقة مش المشتق منه، فالمنصة ديت مشتقة، والمشتق منه ايه؟ نص، او المنصة مشتقة وينص او نص
نص مشتق منه على طريقة الكوفيين فعل، فهي اللي هي المنصة المشتقة يعني المأخوذة، والنص مأخوذ منه. لا المشتق منها، انتهينا من حتة اللغوية دي. قال وللنص اصطلاحات يعني معاني أخرى، أحدها ما لا يحتمل التأويل وهو ما ذكره المصنف، شرحناه، ما لا يحتمل التأويل هو الذي ذكره المصنف وقد شرحناه والحمد لله رب العالمين. وثانيها ما احتمله احتمالا مرجوحا، ما يعني لفظ احتمل معناه احتمالا مرجوحا، فهو حينئذ بمعنى الظاهر. ما احتمله، ثواني في نسخة تانية، ما احتمله، ما انا كاتب عندي التأويل، ما احتمل التأويل احتمالا مرجوحا فهو حينئذ بمعنى الظاهر، أي أن هذا الاحتمال أظهر عند العقل من غيره لكونه الموضوع له أو لغلبة الاستعمال فيه. يا سلام، حواشي القديمة دي. ما احتمله يعني لفظ احتمله، طب اللي احتمله بقى دي هتعود إلى إيه؟ طب فين التأويل؟ ما هو سبق ذكره ما لا يحتمل التأويل ثم أعاد إليه الضمير. ما احتمله يعني ما احتمل التأويل احتمالا مرجوحا، يبقى المراد هو الظاهر والذي أول هو المرجوح، يبقى ما احتمله، يبقى الضمير عايد عليها مشايخ على التأويل، احتمل ذلك اللفظ أن يؤول احتمالا مرجوحا فهو من قبيل الإيه؟ من قبيل الظاهر. لكن الراجح عدم تأويله وأن يحمل على ظاهره هكذا، ده بخلاف الظاهر اللي احنا عرفناه. يبقى ما لا يحتمل التأويل، ما احتمله أي التأويل احتمالا مرجوحا فهو حينئذ على هذا المعنى بمعنى الظاهر، يبقى المعنى الذي يفهم منه هو أظهر عند العقل من غيره لكونه هو الموضوع له أو لكونه قد غلب الاستعمال فيه. وثالثها ما دل على معنى كيف كان، سواء دل على معنى راجح، دل على معنى مرجوح، دل على معنى مساوي، يبقى برضك يتسمى إيه؟ يتسمى نص. ورابعها الدليل من الكتاب أو السنة وهو يقابل القياس والإجماع، سواء كان ظاهرا يتسمى أيضا نص، أم نصا بالمعنى الآخر هو الذي لا يحتمل يعني غير معنى واحد. قال ابن دقيق العيد وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين لما يأتوا في الاستدلال والمناظرة ويقول النص على هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يقصدون بها الدليل من الكتاب، أو النص على هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها النص من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف ما هو؟ قالوا الخلاف هو عبارة عن شخص يأخذ من إمامه
خلاف ما يأخذه شخص آخر من إمامه. يبقى الخلافي هو من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص، يأخذ بدليل عام ما بيأخذوش بدليل خاص، كان الإمام الشافعي مثلا عنده الدلك سنة، دلك في الوضوء والغسل، عند الإمام مالك الدلك واجب، الإمام المزني يأخذ من الشافعي أن الدلك سنة وليس بدليل خاص، إنما هو بدليل عام وهو أن الشافعي قال هذا. الإمام مالك عنده الدلك واجب، فيأتي أحد أصحابه كسحنون مثلا ويقول إن الدلك واجب، ويذهب ويناظر المزني، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه خلافي. وسمي لماذا خلافيا؟ لأنه قد أخذ من إمامه خلاف ما أخذ الآخر من إمامه، وقد ناقش عليه، لكنه لما أخذ أخذ بدليل عام، بدليل إجمالي لا بدليل تفصيلي. وقال بعضهم إنه اصطلاح المتأخر، اصطلاح الفقهاء يعني المجتهدون. وهناك إطلاق ثالث، إطلاق ثالث للنص، قال ويطلق النص في كتب الفروع بإزاء القول المخرج. يقول لك في المسألة قول منصوص وقول مخرج، فالمنصوص هنا أطلق بإزاء المخرج، يبقى المنصوص ده رأي قول مين؟ يبقى قول الإمام. والمخرج في خلاف هل ينسب إلى الإمام أو لا ينسب إلى الإمام، والراجح أنه لا ينسب إلى الإمام إلا مقيدا. تقول قال الشافعي ذلك تخريجا. وما معنى التخريج؟ قالوا معنى التخريج أن يكون للشافعي أو أن تكون هناك مسألتان، أن تكون هناك مسألتان، هذه لها حكمها وهذه لها حكمها، ونص الشافعي في هذا على حكم وفي هذه على حكم، يختلف عن الأولى، وبينهما تشابه شديد يقضي بسحب حكم الأولى على الثانية أو سحب حكم الثانية على الأولى، فيأتي الأصحاب من بعده ويسحبون حكم الأولى للثانية ويسحبون حكم الثانية للأولى، لأنه لم يظهر لهم فرق في المسألة، فيحصل في الأولى قول منصوص بنص الإمام وقول خرجه الأصحاب، وفي الثانية كذلك قول منصوص وقول مخرج. يبقى القول المنصوص بإزاء القول المخرج، فهمنا مشايخ؟ فهمنا والحمد لله. قال أو الوجه، أو الوجه الضعيف، يعني بإزاء القول المخرج أو بإزاء الوجه الضعيف، يبقى في وجه ضعيف للأصحاب وفي وجه للإمام، يقول لك فيها قول منصوص ووجه ضعيف، يبقى القول المنصوص ده قول سيدنا الإمام الشافعي، فيراد به قول صاحب المذهب، سواء كان ما قاله الإمام نص أو كان ظاهرا كما ذكرنا. قال سواء أكان نصا لا احتمال فيه أم ظاهرا. خلصنا، خلصنا يا مشايخ، خلصنا النص والظاهر ما احتمل أمرين، أي احتمل كلا معنيين له مثلا، ممكن كمان يحتمل أكثر من معنيين، يحتمل ثلاثة
أمرين، ده أقل الأشياء. والظاهر، الظاهر لغة هو الواضح، ومنه الظاهر، ومنه أخذ الظاهر لأن الظاهر هو واضح هو كل يراه. ما يعني لفظه، احتمل يعني احتمل كلا معنيين، احتمل أمرين، أمرين يعني معنيين. خرج به النص لأنه لا يحتمل غير معناه. أحدهما يعني أحد هذين المعنيين مثلا، أظهروا يعني أرجحوا عند السامع بسبب مواضعة أو بسبب استعمال كثير فيه من الآخر. خرج به المجمل لأن المجمل ليس فيه ظهور لأحد المعنيين على الآخر، لأنه لم تتضح دلالته ولا يفهم المراد منه. قال: وذلك كالأسد، يعني وذلك كلفظ الأسد في قولك رأيت اليوم أسدا، فإنه يحتمل معنيين. المعنى الأول الأسد أي الحيوان المفترس، وذلك فيه حقيقة. والمعنى الثاني الأسد يعني الرجل الشجاع، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس رأيت اليوم أسدا، اليوم كله، لأنه ذهب إلى حديقة الحيوان وشاهد الأسد. ها؟ خلاص، بس هو ما قالش حديقة الحيوان، ده أنا بقول لك المعنى. وممكن يكون راح حديقة الحيوان ما شافش الأسد المفترس لأنه ما دخلش عنده. بس ما فيش قرينة أصلا، ده قال كده رأيت اليوم أسدا. أسد يعني إيه؟ الاحتمال، احتمال يبقى الحيوان المفترس، واحتمال يبقى الإنسان الشجاع. غير أنه أظهر في الحيوان المفترس، لماذا؟ لكونه حقيقة فيه، لكون لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس، والأصل في الاستعمال الحقيقة. طب ومش ممكن يكون أراد الرجل الشجاع بدل عن الأسد؟ قالوا آه، بس ده مرجوح. آه، محتمل أي احتمالا مرجوحا للرجل الشجاع بدله، بدله يعني بدل الإيه؟ بدل الحيوان المفترس. لا معه، لأنه لا معه معناه إيه؟ إنه لم يقصد باللفظ حقيقته ومجازا. وفيما ذكره المصنف تساهل، عرفنا التساهل بأنه كلمة لا خطأ فيها تحتاج إلى توجيه. لحسن واحد يقول لك تساهل يعني 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 أخطأ، لا ليس خطأ، ولكنه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى توجيه. طيب فين؟ قال لأنه الظاهر هو الطرف الراجح مش الاحتمال، الظاهر هو الطرف الراجح وليس احتمال الطرف الراجح، هو الطرف الراجح من الأمرين المحتملين، فالظاهر هو نفس الطرف الراجح. لكن هنا للاحتمال، فكأنه صب اللفظ على الاحتمال، لكن الظاهر هو نفس الطرف الراجح وليس هو احتمال الطرف الراجح، ففيه تجوز. قال: وفيما ذكره المصنف تساهل، فإن الظاهر هو الطرف الراجح من الاحتمالين لا نفس احتمال اللفظ، لأن هنا بيقول اللفظ المحتمل، مش هو اللفظ المحتمل، ده هو الطرف الراجح من الاحتمالين،
ولذلك عندما أقول رأيت اليوم أسدا، فين الظاهر؟ احتمال اللفظ للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولا الحيوان المفترس؟ حيوان المفترس. فهمنا دي الحمد لله. يلا اقلب. والمؤول مقابله، يعني المؤول يقابل الظاهرة مقابلة المتضادين، لأن الظاهر لفظ احتمل والمؤول أيضا لفظ احتمل أمرين، غير أن الطرف المرجوح هو المحمول عليه لا الطرف الراجح. قال والمؤول مقابله وهو الطرف الراجح، هو الطرف المرجوح. يعني رأيت اليوم في المعركة أسدا يقاتل، أسدا يحتمل لفظ هذا اللفظ الأسد الرجل الشجاع والحيوان المفترس، غير أنه أريد به الطرف المرجوح وهو الرجل الشجاع بسبب الدليل. فده بيسمى إيه؟ حمل الأسد على الطرف المرجوح لوجود الدليل يسمى مؤول. قال وهو الطرف المرجوح، فإطلاق الظاهر عليه، إطلاق الظاهر على الطرف المرجوح، إطلاق الظاهر عليه أي على اللفظ أو على احتمال اللفظ لهذا الطرف، يعني هو بيقول لك إن ده ظاهر بالدليل. لا، ده تسمية ظاهر بالدليل دوت مجاز، فإطلاق الظاهر عليه مجاز، يعني إطلاق الظاهر على اللفظ الذي احتمل أمرين وحمل على الطرف المرجوح إطلاق مجازي. من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه. ليه؟ لأنه غالبا الذي يلازم هو الطرف الراجح، أما كون إن احنا نحمل على الطرف المرجوح لا، ده الحمل عليه حمل على المجاز. إذ الغالب الحمل على الطرف الراجح لا الطرف المرجوح. الغالب من كلمة أسد أن نحملها على الحيوان المفترس لا أن نحملها على الرجل الشجاع. فتسميتنا للفظ أسد الذي يحمل على الرجل الشجاع ظاهر من قبيل المجاز، لأنه ليس ظاهرا وإنما هو مؤول. قال فإطلاق الظاهر عليه أي على احتمال اللفظ لهذا الطرف، فإطلاق اللفظ على احتمال، فإطلاق الظاهر على احتمال اللفظ لهذا الطرف اللي هو الطرف المرجوح مجاز، من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه. الشيء في العبارة المراد به الطرف الراجح. من باب تسمية الشيء اللي هو ايه؟ الطرف، تكتب كده الطرف الراجح. من باب تسمية الطرف الراجح باسم ما يلازمه، لأن الظاهر ملازم للطرف الراجح، فسمي الظاهر الذي هو الطرف الراجح من قبيل أنه ملازم له. واسم ما يلازمه هو احتمال اللفظ، يبقى من قبيل تسمية الشيء وهو الطرف الراجح باسم ما يلازمه وهو احتمال اللفظ له. لا، الملازم اطلاق اللازم، اطلاق الملزوم واراضي اللازم، اطلاق الملزوم واراد اللازم. اللازم اللي هو ايه؟
اللي هو الظاهر، والملزوم اللي هو ذلك الطرف. إذ الغالب الحمل على الطرف الراجح. طيب قال: ويؤول الظاهر بالدليل. يؤول الظاهر بالدليل يعني يحمل على الطرف المرجوح بواسطة الدليل، أي بواسطة دليل يصيره أي المرجوح راجحا بخلافه بلا دليل، يبقى بيسميه تأويل فاسد. فلو أنت حملت اللفظ على المعنى المرجوح بلا دليل يسمى تأويل فاسد، حملت اللفظ على المعنى المرجوح بدليل مرجوح يعني الدليل الظاهر أرجح من الدليل الذي حمل اللفظ على الطرف المرجوح يسمى تأويلا فاسدا. بدليل يساوي أي برضك يسمى تأويلا فاسدا. ويسمى ظاهرا بالدليل وهو المؤول، مثاله قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ظاهره يعني ظاهر بأيد أنه جمع يد التي هي بمعنى الجارحة، ده بقطع النظر عن الدليل العقلي. وهو محال أن نحمل لفظ بأيد بغض النظر عن الدليل العقلي على الجارحة. لماذا؟ قال: لأنه محال في حق الله سبحانه وتعالى. فلفظ أيد احتملت معنيين، احتملت معنى الأيدي بمعنى الجارحة، واحتملت معنى الأيدي يعني بمعنى القوة. فجاء الدليل العقلي وقال بأن لفظ أيد ليست محمولة على الجارحة، لأن حملها على الجارحة يؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى يكون مماثلا للحوادث. ده أنت أثبتت له اليد الجارحة، وما دام أثبتت له اليد الجارحة يبقى هو مماثل للحوادث، ولو ماثل الحوادث لكان حادثا، لأنه إذا ثبت حكم لأحد المتماثلين بالضرورة يثبت للطرف الآخر. يبقى أنت قلت كده حادث، وحدوثه سبحانه وتعالى محال لأنه يحتاج إلى من أحدثه، ومن أحدثه إلى من يحدث، وهكذا إلى ما لا نهاية. يبقى يتسلسل الأمر. فصرف لفظ أيد إلى معنى القوة، وهذا مذهب الخلف الذين يعينون المراد. وأما مذهب السلف فإنهم يفوضون المعنى، فإنهم يفوضون معناها إلى الله سبحانه وتعالى مع اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي. يعني الاثنين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا، ننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الأجسام ومشابهة الأشياء، وأنه ليس بحادث، وأنه تنزه وارتفع وعلى عن كل نقص. ده التأويل الإجمالي. ثم بعد ذلك السلف يفوضون المعنى لله سبحانه وتعالى، والخلف يقولون بأننا نعين معانيها على مقتضى اللغة. فإذا قال: والسماء بنيناها بأيد، اليد جاءت في اللغة بمعنى النعمة، وجاءت في اللغة بمعنى القوة، فيجعلون لها معان أخر. والسلف يقفون عند الأمر، يقفون عند حدود النص، الله أعلم بمراده. فصرف الأمر إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع،
قاطع يعني ايه؟ يعني ده مش ظني. قاطع يعني ايه؟ يعني ليس ظنيا، وانما هو دليل في مثل هذه الامور، نافع قاطع للنزاع رافع للشقاق. ثم التأويل على قسمين: قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل، وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. يعني أنا عندي تأويل قريب بيحتاج إلى يعني دليل، ولو كان دليل أدنى من الظاهر، وعندي كذلك تأويل بعيد يحتاج إلى دليل قوي حتى نصرفه من الظاهر إلى المعنى الآخر وهو المرجوح. وضربوا لذلك مثالا: تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان ابن سلمة لما أسلم على 10 نسوة: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، على ابتداء نكاح 4 منهن. أمسك 4 وفارق سائرهن. قالوا الكلام ده المراد به نكاح، ابتداء نكاح 4. ما هو بيقول له ايه؟ هو دخل الاسلام غيلان الثقفي وكان في ذمته 10 نسوة، اللهم صل على النبي، عندنا ديننا بيقول ما فيش اكتر من 4، وفي زماننا بنقول ما فيش اكتر من 1 لخراب الزمن، لخراب الزمان، يعني لخراب اهل الزمان، لأن لو جوز على مراته 1 تانية، الزوجة الأولى يعني لن تتركه سدى، مش تقتله يعني، هتنكد عليه في الراحة، واللي جاية هتفضل تهري فيه. وهو لو راجل فاضي يتجوز، لو راجل طالب علم يكتفي بواحدة فقط حتى لا يشغل ذهنه بأكثر من امرأة، فالمرأة وسيلة وليست مقصد للحياة. طيب، يبقى طالب علم هيعمل ايه؟ واهدة، واهدة فقط، واهدة، وياخدها كمان غصب عنه عشان حتى لا يقع في فتنة، لولا الفتن ما أرادهن أحد. ما تزعلوش، العلم علم، والواحد بيقول اللي في قلبه مع طلبة العلم، وقد لا يتسنى أن نتكلم في مثل هذا مرة ثانية، لكننا نقولها وأجرنا على الله. ثم أنتم قاعدين هنا مش باسم البنات، أنتم قاعدين هنا باسم طالبات علم، فخليكم عندكم شيء من يعني ال نقول لهم إيه؟ شيء من الحيادية، شيء من الشخصية الاعتبارية. لا تنظري إلى نفسك على أنك أنثى، انظري إلى نفسك على أنك طالبة علم صاحبة رسالة. قال: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. الظاهر إيه؟ الظاهر إن هو يطلق 4، صح؟ ما قال له أمسك 4، أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، فارقهم بإيه؟ فارقهم يعني طلقهم، ده الظاهر. الحنفية قالوا لا، قالوا الكلام ده هيحمل على ابتداء نكاح 4، يعني مش قال له مثلا أمسك 4، ده قال له أمسك 4 مش ينكح 4، فاهم؟ فالحنفية قالوا لا، قالوا ده معنى من المعاني، كلمة أمسك عليك 4 وفارق سائرهن يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه يجعل في ذمته 4 ويطلق الباقي، أو احتمال أنه هو يعقد على 4 منهن فيكون البواقي مفارقات. على ابتداء نكاح 4 منهن فيما إذا نكحهن معا،
قالوا لا، قالوا الحديث محمول على ابتداء نكاح أربع منهن، قال ده الحديث محمول على ان هو اتجوزهم معا، اتجوز العشرة في عقد واحد، فيصبح بإسلامه النكاح كله باطل ويبدأ نكاح أربع، لأن النكاح باطل قياسا على المسلم. لو المسلم اتجوز العشرة في عقد واحد، ازاي يعني عشرة في عقد واحد؟ بسيطة، هيجيب عشر أولياء وكل واحد وراه بنته اللي هيجوزها، ويقول لهم كده زوجوني بناتكم، ها فيقولوا له زوجناك في صوت واحد كده بناتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فيقول له لهم قبلت زواج بناتكم. يبقى ده ايه؟ ده عقد واحد اهو، صح؟ اهو شخص واحد ومع العشرة في صيغة واحدة، يبقى جوزهم بقوله قبلت، دخلوا العشرة عنده. والاسلام بيقول ما ينفعش. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان العشرة العقد ده هيبقى باطل، لن نستطيع ان احنا نقول اربعة من دول يصح نكاحهم والستة يبطل نكاحهم. لماذا؟ لان هذا هيبقى فيه ترجيح بلا مرجح. مش معنى اخترت الاربعة دول للصحة والستة دول للبطلان، او لماذا اخترت ستة منهم للبطلان واخترت منهم اربعة للصحة؟ يبقى ده ترجيح من غير مرجح، وما دام كان كذلك بطل في حقه ذلك، بخلاف إذا ما نكحهن مرتبا. هيعمل إيه بقى؟ قال لو نكحوا مرتبا، خلي بالك الأربعة الأول صحيحة والستة التي بعدها باطلة. يبقى جماعة الحنفية أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، قالوا الحديث ده محمول على ما إذا نكحهن معا فإنه يبطل العشر في ذمته ويعيد نكاح أربع منهن، وأما إذا نكحهن مرتبا فإنه يحبل على نكاح الأربع الأول أمسكهن والباقي فارقهن. وده تأويل رفضته الشافعية. ليه؟ قالوا لأن ده تأويل بعيد، ده الشخص كان لسه أسلم ولا يفهم كل الكلام الدقيق بتاعكم دوت، ده لسه مسلم جديد، خلي بالك. رقم اتنين ما يفهمش كل التدقيقات بتاعكم، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، لأن سيدنا رسول الله لم يفصل له ويقول له أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن إذا كان ذلك في حالة ما إذا نكحتهن معا، فإذا لم تنكحن معا فكذا وكذا، لا سيدنا ما فصلش. فترك الاستفصال في قضايا الأحوال يعني التي تحتمل أن تقع على هذه الحالة وأن تقع على هذه الحال، يحتمل أن يكون ذلك الرجل قد تزوجهن معا أو تزوجهن مرتبا، فترك الاستفصال ده ما سألوش، قال له هل يا سارة أنت اتجوزتهم معا ولا ما اتجوزتهمش معا، ما سألوش. يبقى ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يعني في القضايا التي يجوز عقلا أن تقع على أكثر من صورة ينزل منزلة العموم من المقال، فكأنه قال له سواء كنت نكحتهن معا أو نكحتهن مرتبا،
يبقى أنكح أمسك أربعا وفارق سائرهن مطلقا. وهذا بيان بعد هذا التأويل، ده ما بينلوش كمان، خلاص فهمنا دي. في بقى مسألة تانية برضك من ضمن التأويل البعيد، قال قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، حت مدا على 60 مد يا مولانا، بيقول إطعام 60 مسكين، تقول لي إطعام إخراج 60 مد، ده الآية ظاهرة في إطعام 60 مسكين، مش إن الآية ظاهرة في 60 مد. ده بيقول لي أطعم 60 مسكين، أفهم منها إيه؟ الظاهر إني أنا أملك 60 مسكين ما يأكلونهم، صح كده؟ الحنفية قال لا، قال دي محمولة على 60 مد، يعني كأنه قال فإطعامه طعام 60 مسكين، يعني 60 مد. إطعام 60 مسكين يبقى كام؟ يعني إخراج 60 مد. معناه يا مولانا، قال لك معناه إنه هو ممكن يطلع 60 مد لشخص فقير واحد. الشافعية بيقولوا لا، تمسكوا بالظاهر، والظاهر ظاهر، حتى يجوز إعطاؤه 60 يعني مد لمسكين واحد في 60 يوما، كل ما خرج له مد 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 إلى أن ينتهي. ده حنفي. إحنا بنقول إن الظاهر لا، اعتبار 60 مد. فأولت الحنفية على اعتبار 60 مدا، وذلك بأن يقدر مضاف اللي هو إطعام طعام 60 مسكين، كان يقال فإطعام طعام 60 مسكينا وهو 60 مدا، فيجوز إعطاء 60 مد لمسكين واحد، لأن القصد بذلك هو دفع حاجة الفقير، وهو حاصل بالدفع إليه في 60 يوم. ووجه بعد هذا التأويل أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف. هو أنت ليه أضفت؟ أنت ليه زودت؟ ما معكش دليل قوي تزود بيه، والزيادة على النص لا تجوز إلا إذا كان معك ما يجوز لك الزيادة. وألقى ما ذكر من عدد المساكين، حاجة غريبة، الشافعية بقى متعصبين، إن هو اعتبر ما لم يذكر وأهدر ما ذكر. الشافعية بيقولوا لهم كده، بيقولوا لهم لقد اعتبرتم، اعتبر ما لم يذكر وألغى ما ذكر. إزاي؟ ما لم يذكر هو إطعام طعام 60، ما هو قال إيه؟ قال في مضاف هنا قبل 60، إطعام طعام 60، يبقى أنت عملت إيه؟ اعتبرت مضاف لم يذكر. رقم 2، إنك أهدرت ما ذكر اللي هو 60 مسكين، وجوزت أن يحمل على مسكين واحد في 60 يوم. ده بقى بعد التأويل، لكن الشافعية حافظوا على مقصود كتاب الله، الحنفية بددوا المقصود. ولذلك احنا شافعية قح، مش كه كه، لا، يعني شافعية يعني صميم، كه يعني صميم. فالحنفية اعتبروا ما لم يذكر وهو المضاف، فإطعام طعامي، أضافوا كلمة طعام كده في الفهم في المنهج التطبيق مش في النص، ما جابوش كده المصحف وكتبوا طعام وإلا هنكفره، إنما في فهم النص، وفهم النص ممكن نختلف عليه لأن الفهم مش مقدس. الأئمة يعني يختلفوا على الفهم، لكن النص مقدس. فاعتبر ما لم يذكر وهو طعام، وأهدر ما ذكر، ربنا قال إيه؟
60 مسكين عاين الستين. تيجي تقول لي لا مش هنطلع للستين وهنطلع لواحد ونخرج لفرد واحد فقط، لا. هذا وجه بعد ما ذكره الحنفية. وتأويلهم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أيما، ما هنا هي بقى تأكيد لحرف العموم أم لا؟ كلام بقى فيها تكلمنا عنه قبل ذلك. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حمله على الصغيرة، قال أيما امرأة يعني صغيرة أو امرأة يعني ليست حرة، رقيقة قن، جميل، على الصغيرة والأمة لصحة تزويج الكبيرة عندهم قياسا على سائر عقودها. والمكاتبة قال هو الحديث اللي هو يعني أيما امرأة أي امرأة صغيرة، أيما امرأة يعني أمة، أيما امرأة يعني مكاتبة. طب وجه بعد هذا التأويل؟ قالوا أن الصغيرة ليست بامرأة في حكم اللسان، قال المرأة الصغيرة دي ليست امرأة في اللغة العربية، يعني اللغة العربية لا تطلق على الصغيرة امرأة، كما أن اللغة العربية لا تطلق على الغلام الصغير رجلا، جميل. وقد ألزموا سقوط التأويل على مذهبهم، الحاشية رقم واحد دي مهمة، فإن الصغيرة لو زوجت نفسها فالعقد عندهم صحيح. طب ما أنتوا بتقول لا نكاح إلا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، طب ما هو مقتضى كلامك إن نكاح الصغيرة يكون باطل، ده أنت عندك بقى الصغيرة نكاحها صحيح ولكن موقوف على إجازة الولي، ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على الأمة. لا 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 مش محمول على الصغيرة، محمول على الأمة. فألزموا بطلانه بقوله فلها المهر، ولو كان محمول على الأمة كان قال إيه فلوليها المهر، لأنها لا تملك وإنما تملك. ففروا من ذلك وقالوا لا 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 محمول على المكاتبة، فقيل لهم هو باطل لأن حمل صيغة العموم الصريح وهي أي المؤكدة بما على صورة نادرة لا تخطر بالبال، وذلك بالنسبة للمكلفين في غاية البعد، لأن صورة الكتابة دي إن المرأة المكاتبة تزوج نفسها والشارع يأتي ويتكلم على صورة ويكون المقصود بها الصورة النادرة، هذا بعيد جدا. وتأويلهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، قالوا محمول على القضاء والنذر. طيب يعني من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له على القضاء، يعني لو كان يصوم صيام القضاء ولم يبيت النية يبقى صيامه باطل لأنه لم يبيت. والنذر لو نذر أن يصوم فلم يبيت النية من الليل فلا صيام له. طب لو صوم رمضان هل ممكن يصوم بنية من النهار؟ بناء على مذهب في صحة الفرض بنية في النهار. وقال ابن الحاجب فجعلوه كاللغز، أي في حملهم العام على صورة نادرة.
أيضا حملوا العام على صورة نادرة في الوجود، لأني لا صيام فلا صيام له، ده نفي للصيام وده عام، فأنت حملت على إيه؟ على صيام النذر والقضاء. والصيام النذر والقضاء في جملة المكلفين قليل ونادر، ولكن الغالب في صوم المكلفين هو صوم رمضان. فكأنه هو ساب الصورة الشائعة الذائعة فلم يحمل عليها الحديث، وذهب إلى الصورة النادرة وحمل عليها الحديث، وهذا بعيد في غاية البعد. طيب، قال الأفعال. الأفعال هذه اللفظة من المتن، خلي بالك، وهي كما قال الشارح هي ترجمة، فهو حاططها في غلاف يوهم بأنها من ده في القديمة، لكن الجديدة أظن أنها وضعها بين قوسين من أقواس المتن، صح كده؟ قال هذه اللي هي الأفعال ترجمة، يعني هذه اللفظة أو هذه الكلمة أو هذه الكلمات، هذه ما قالش هذا، ليه؟ لأنه ذكر اسم الإشارة نظرا للخبر، هذه ترجمة، ما قالش هذا، افهم الحتة الدقيقة دي. يبقى ذكر اسم النثى اسم الإشارة نظرا لتأنيث الخبر، هذه ترجمة، مع انه بيشير الى ايه؟ الافعال اللي هي جمع فعل، والفعل ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فهمنا الحاجات الدقيقة دي؟ كلكم دقائق. قال فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإضافة الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغها ويبينها للناس كافة، فيبقى هو إضافة الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مبلغ ومعلم ومظهر لها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، على وجه هو القربة والطاعة، يبقى الإضافة هنا إيه؟ على الإضافة هنا يعني إضافة بيانية، على وجه هي القربة، لأن الوجه هو القربة والقربة هي الوجه، والطاعة عطف تفسير، لأن الطاعة هي القربة والقربة هي الطاعة عند الشيخ. ولذلك قال العلماء هذا أحد الاحتمالات الجائزة في قضية العطف، إنه يبقى عطف تفسير، ويحتمل الفرق بينهما بأن الطاعة غير القربة، لأنها امتثال الأمر والنهي، الطاعة امتثال الأمر والنهي، والقربة ما يتقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، يبقى حاجة بتتقرب بها بشرط أن تكون عالما بمن تتقرب إليه. والعبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود. والفرق بين الثلاثة أن الطاعة توجد بدون القربة في النظر المؤدي إلى معرفة الله، فنحن ننظر فيما يؤدي إلى معرفة الله، وهذا يسمى إيه؟ يسمى طاعة، ما يسماش قربة، لأن أنت وإنت بتنظر لم تنوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنظر، وإنما قصدت أن تصل إلى الله. والقربة توجد بدون العبادة، والقربة توجد بدون العبادة في العبادات التي لا تحتاج إلى نية، كالعتق والوقف
العتق والوقف ده عباد، لكن حضرتك حتى لو أوقفت شيء على الفقراء ولم تنوي به التعبد حصل لك ثواب الوقف، لو أعتقت شيئا حصل ثواب العتق. أو لا يكون كذلك، يعني ليس على وجه القربة والطاعة. فإن كان الفعل أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة ككلمنا فيها قبل ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يعني على أن هذا الشيء الذي فعله هو خاص به لا يتعداه إلى غيره فيحمل على الاختصاص. ومعنى يحمل على الاختصاص أن يقال هذا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيه أحد من الناس، مثل الوصال في الصوم. وصل في الصوم معناه أنه كان يعني لا يتعاطى شيئا مفطرا بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعندما سئل عن ذلك قال إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين صلى الله عليه وآله وسلم. وزيادته في النكاح على 4 نسوة، فذلك من خصائصه أي أنه لا يشارك فيه أحد من أمته. وإن لم يدل دليل على الاختصاص به يعني على أنه لا يتعداه إلى غيره، مثل تهجده صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يجب عليه أن يتهجد، ولكن هذا خاص به لا تشاركه أمته فيه لا يختص به. وإن لم يدل دليل على الاختصاص به مثل تهجده فإنه ليس هناك دليل على أن التهجد خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشاركه أمته فيه، بل يكون شرعا عاما لا يختص بالنبي، بل هو والأمة فيه سواء، والأمة متعبدة بما تعبد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، بل يكون شرعا عاما يشمل الأمة بأسرها، لأن الله تعالى قال في مثل هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خصلة حسنة، أسوة حسنة يعني خصلة حسنة، يعني يؤتسى ويقتدى بها ويصار على ضربها، فاقتضى التشريع في حقنا. فين بقى جهة هذا؟ قال لأن معنى أسوة أي خصلة، والخصلة تطلق على الحسنة وعلى الذميمة، لكنه عندما قال حسنة أخرج الذميمة. من حقها يعني من شأنها ووضعها أن يقتدى بها ويتأسى بها الناس، فالله أنزل تشريعا عاما، وهو أن الأصل في معاملتنا مع سيدنا رسول الله أننا متعبدون بما تعبد به إلا ما خرج بدليل. قال من حقها أن يؤتسى بها، وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة، وهو نفسه كده متبوع، هو نفسه كده قدوة حسنة، وأعظم القدوات الحسنة، يحسن التأسي به. هنا نقف كويس.